مين صاحب اول هدف للمصريين في بطولات اوروبا؟ سؤال ليا تفتكر؟ ده انت لعبت الماتش ده. ابراهيم حسن، ابراهيم حسن في فلوريانا المالطي، ده كان مع نيو شاتل اكساماكس في بطوله يويفا كاب 91. الحقيقه هو الهدف ده، يعني الحقيقه معانا على الشاشه حتى حضرتك بتحتفل كان هناك. كان في زاماكس وكان في نيو شاتل، كان في نيو شاتل لانه هو سجل هناك هدف واتلغى، لكن في الماتش بتاع العوده كسب نيو شاتل 2-0 وهو كان سجل الهدف الثاني اللي هو الهدف ده. يعني الحقيقه ده اول هدف في تاريخ المصريين في بطولات اليويفا كاب سجله كابتن ابراهيم. حلو قوي، انا ما كنتش فاكر، بس انا اكيد اللي انا بجري انت اللي بتجري وراه بالظبط كده. بالظبط. فده اول هدف في تاريخ المصريين في اليويفا كاب. البطوله دي كانت مميزه جدا لان هي البطوله اللي حولت المسار التدريبي بتاع راي هودجسون من مدرب بيدرب في السويد، بيدرب في سويسرا، لسه بيبتدي مشواره الكبير في التدريب، انه هنا كانت نقطه تحول. لانه بعد المباراه دي تاهل بعد على فلوريانا المالتي، كان في ماتش سيلتك من الماتشات التاريخيه بالنسبه للكره السويسريه كلها طبعًا. على مر تاريخها، انه ازاي فريق نيوشاتل اللي الناس مش متوقعه انه هيحقق حاجه في السنه دي في بطوله اوروبا، هو ما كانش الفريق بطل الدوري لانه كان جراس هوبرز بطل الدوري وقتها، انه يكسب سيلتك 5-1 في يويفا كاب. سيلتك في الوقت ده كان كله لعيبه دوليه، كلهم لعيبه منتخب اسكتلندا، كان الحارس المرمى باد بونر اللي قبلها بسنه كان بيلعب كاس عالم مع ايرلندا ضد مصر وما قدرش منتخب مصر يسجل فيه، يقدر سوري ده طبعا التوأم مع ده في باوك. يعني اعتقد عارف اني حسامه مين ابراهيم؟ اعتقد كابتن ابراهيم اللي على الشمال لوحده، واللي قريب كابتن ابراهيم اللي على يمين كابتن مجدي. بالظبط كده بالظبط. وحسام اللي على الشمال.